ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد، وحلقه تكون خفيفه النهارده. هنتكلم عن اسرار وفوائد الحمص. شوف، الحمص من الاغذيه المصريه المشهوره جدا، يعني احنا كان عندنا في بلدنا في مولد بتعمل دايما، كنت كده لما بتعمل المولد ده لازم كنت تروح تجيب الحمص، بس هم كانوا بيعملوا بيحمصوا دايما الحمص المصري مش الحمص المستورد. الحمص في مقولة المصريين دايما بيقولوها كده، إذا غاب عنك الضاني فعليك بالحمصاني. المقولة دي أو المثل الشعبي ده بيؤكد إن أنت لو اتمنع عنك البروتين أو في عندك سبب من الأسباب اللي بيها البروتين عندك قل في أكلك، فكل حمص هو هيغذي جسمك بالبروتين اللي أنت محتاجه. الحمص كلمة محمصة اللي هي المكان اللي أنت بتروح تجيب منه اللب ده بنسميها في مصر محمصة، او بيسموه في القاهرة مقلة، بس احنا يعني ليه اسم تاني. كلمة محمصة اصلا جاي من كلمة حمص، يعني المحمصة من التحميص، من تحميص الحمص، لان هو من النباتات الاول النباتات الطبية اللي تعرف ان هي لازم تتحمص عشان تتاكل. الحمص في بلاد الشام اسمه كده كأكلة، بيعملوه مع الطحينة، مشهورة جدا وجميلة جدا ومغذية جدا ومفيدة جدا. الحمص في مصر بنسلقه وبناكله مع الترمس، هترمس وحمص وحلبة منبته. الحمص بنحطه مع السبانخ بيعمل طعم للسبانخ جميل جدا. الحمص بيتاكل مع الشطة اللي احنا بنسميه في مصر حمص الشام، مفيد جدا 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 جدا، فوائده خطيرة خاصة للشعر. وان كنت شرحت الكلام ده في الحلقة بتاعة الشطة، لما قلت للشطة فيها مادة الحمص فيه مادة فعالة اسمها ايزوفلافون مع الكابسايسين بتاع الشطه، فالاثنين دول مع بعض بيشتغلوا حلو جدا في منع تساقط الشعر خاصه للسيدات او للرجال اللي بيحصل لهم صلع ذكوري مبكر. الدراسات على الحمص عندنا 20 دراسه، 21 مرض الحمص بيعالجهم ب 15 تاثير جيد وفايده للجسم بتاعنا. اول دراسه اتنشرت في 1 اغسطس 2007. الدراسه دي اتنشرت فين؟ اتنشرت في استراليا. بتقول ان الحمص بتركيز 30% مع 70% دقيق. خلي بالك، فاكر في دراسة الترمس كنا بنقول ايه؟ بنقول ان انت بتحط 10% ترمس حلو، مش ترمس مر، لا ترمس حلو مع 90% دقيق، فبالتالي انت بتمنع الضرر بتاع الايه؟ بتاع القمح. نفس القصة، دراسة النهاردة بتتكلم عن 30% حمص 70% دقيق، وياريت يكون الدقيق ده يا جماعة يكون بتاع مطحون الحبة الكاملة، يعني بالقشرة بتاعته باللي هو بالجرم بتاعه اللي هو احنا بنسميه النونو او جنين القمح بتاع القمحة، عشان الفوائد كلها بتكون موجودة فيه. قدرت اللي هي تظبط دهون الدم، جلوكوز الدم، وحركة الامعاء للناس اللي عندها اضطراب في حركة الامعاء وامساك مزمن وسهل مزمن، وكمان ظبطت الشبع، يعني تاكل الرغيف تشبع. الحمص يا جماعة بيلكم بيسد، يخليك تحس بالشبع بسهولة بدون ما يكون عندك مشكلة وجعان بعد كده ومحتاج تاخد الرغيف ورا رغيف ورا رغيف ورا رغيف، زي ما بيحصل في مصر لما بياكلوا العيش اللي هو الدقيق الابيض 100% ده بيفتح الرابع تلاقي نفسك من غير ما بتدري خلصت كيس العيش. في واحدة دراسة رقم 2، في واحدة يناير في 2006 في استراليا، استخدام الحمص لخمس اسابيع متوالية قدر اللي هو يخفض دهون الدم الضارة. يعني لو انا عندي ارتفاع في الكوليسترول، واحد من الاغذية المهمة جدا اللي بتساعدني في علاج ارتفاع كوليسترول الدم هو الحمص. بس انا هنا بتكلم الحمص لوحده، اما تروح بقى المحمصه ما تجيبش بقى حلاوه وحلاوه شعر وحلاوه حلويات حمص بس الله يبارك لك. يعني رقم 4 او الدراسه رقم 3 انا اسف، في 31 ديسمبر 2015، دراسه اتعملت في مصر عشان كده نسيتها. الحمص
صديق الكبد وبيمنع تلفه وتليفه. يعني لو انا عندي ضعف في الكبد، دهون على الكبد، تلف في الكبد، تليف في الكبد، اكل مهم جدا ليا هو الحمص. عاوز اقول لك بقى على حاجه في النقطه دي، اما الواحد بيكون عنده تليف على الكبد والتليف بيوصل لمرحله متقدمه، بيبتدي الكبد يحصل فيه مشكله، اللي يرفع يحصل ارتفاع في ماده في الدم اسمها الامونيا. من ضمن الحاجات اللي احنا بنقولها دايما للمريض، ابعد عن اللحوم الحمراء لان اللحوم الحمراء بتزود الامونيا، وخليك في البروتين النباتي. زي مين بقى البروتين النباتي اللي ممكن يظبط لك الدنيا بدون ما يعمل لك مشكله؟ بل بالعكس كمان عفوا اسف، بيعالج لك تليف الكبد، عليك وعلى مين؟ وعلى الحمص. الدراسه رقم 4 يا اخي. لما جيت اتكلم عن دراسه في مصر وقت الفزوري بسبب قله الدراسات اللي معموله في مصر، يعني يا رب ناخد ايران والكيان الصهيوني، يا رب يا رب ناخدهم كايه، كمثل اعلى، ونعمل دراسات زيهم عن النباتات الطبيه. الدراسه رقم 4 1 مارس 2009 في الصين، الحمص قادر على قتل دهون الكرش والدهون الثلاثيه. لو انت عندك كرش، قلنا زيت جوز الهند يفيدك، الشوكولاته تفيدك، الشعير يفيدك، في نباتات طبيه كتيره جدا تساعدك ان انت تخس، زي الكمون، الشمر، الشاي الاخضر، الحاجات دي كلها تساعدك جدا جدا جدا. معاها كمان مين؟ معاها الحمص، لانه كمان منشور عنه دراسه فين؟ في 1 مارس 2009 في الصين، اللي هو بيعالج الدهون الثلاثيه وكمان بيساعدك في علاج ايه؟ مشاكل الكرش. وده كلام منطقي جدا، لان الدهون الثلاثيه ما بتقل يا جماعه، التهاب البنكرياس بيقل، التهاب المراره بيقل، كل ده حاجات بتعمل التهابات في الجهاز الهضمي وبتنفخ القولون فبتخلي الواحد عنده كرش. الشيء اللي بيقلل الانسولين او بيقلل مقاومه الانسولين طبعا اكيد يعني بيعالج الكرش، فالحمص بيعمل كل الكلام ده، فبالتالي مهم جدا للناس اللي عندها كرش. الدراسه رقم 5 في 1 اكتوبر 2008 في الصين، ان الحمص والحمص المنبت، نبته حمص زي الحلبه يا جماعه، الحبوب المنبته فيها ميزه عن الحبوب العاديه، ان الناس اللي بتخاف من ماده اسمها الفايتك اسيد اللي بتتفاعل مع المغذيات زي المعادن زي الكالسيوم زي الحديد وغيره وبتمنع امتصاصهم، في الحبوب المنبته الكلام ده كله بيروح، الحبايه المنبته ما بيبقاش فيها الفايتك اسيد ده. ليها فايده في رفع معدل الذكاء والذاكره لدى الاطفال والكبار. لو عند طفل صغير مستوى الذكاء مش كويس، اكله حمص كتير، واحد كبير في السن عنده مشكله في الذكاء والذاكره، اكله حمص كتير. واحد عنده زهايمر، اكله حمص كتير. واحد بينسى كتير، اكله حمص كتير. والله وبالمناسبه يعني من اذكى الناس اللي انا بشوفهم في مصر بجد بجد، اهل طنطا. كان ده سبب من الاسباب، واحنا كنا قلنا قبل كده ان الاغذيه في المكان اللي بتتاخد فيه بتعمل للناس، لبعض الناس يعني صفات معينه. يعني مثلا تلاقي العسل الاسود عندنا في مصر بتاكل في الصعيد، فالناس في الصعيد قويه لان العسل الاسود بيقوي. تلاقي الناس مثلا اللي عندنا في طنطا اللي بياكلوا حمص كتير اذكياء جدا. تلاقي الناس اللي في فرنسا اللي بياكلوا عنب احمر كتير عندهم القدره بتاعه الكتابه والقدره بتاعه العمل، اعمال محتاجه ذهن يكون جيد والادراك يكون جيد وكتابه الروايات وغيرها والقانون وغيره، وتلاقيه عالي جدا، الابداع عندهم بيبقى عالي. بتلاقي الناس اللي هم بياكلوا مثلا شطه زي الهنود كتير، الشعر بتاعهم قوي جدا لان الشطه بتنشط الدوره الدمويه الطرفيه تخلي الشعر قوي. بتلاقي الناس اللي هم بيشربوا شاي اخضر كتير زي الصينيين عندهم نشاط ومسلوعين ورفيعين ما بيتخنوش لان الشاي الاخضر ما بيتخنش. فدي اعرف ان اللي لو في منطقه ما بتاكل اكل معين كتير لازم بيضيها صفه معينه لان الاكل بيغير من الصفات بتاعه الناس. الدراسه رقم 6 في 31 ديسمبر 2013 في الهند، ان الحمص مضاد للفطريات وقاتل للكانديدا. شوف على الرغم ان الحمص فيه سكريات بسيطه، طبعا نسبه السكريات فيه اقل كتير جدا طبعا من القمح، الا انه برضه بيساعد في علاج الكانديدا. زي مين؟ زي ما احنا قلنا في زيت جوز الهند كان بيقتل مين؟ كان بيقتل الكانديدا. الدراسه رقم 7 في 31 ديسمبر 2011 في ايرلندا، ان الحمص بيساعد الرجاله في علاج تضخم البروستاتا حتى لو حصل لا قدر الله فيها سرطان. ده غذاء مهم جدا للمرضى اللي عندهم تضخم وسرطان لا قدر الله في البروستاتا.
مع زيت جوز الهند، مع القرع، مع الطماطم اللي هو القرع العسلي، مع الطماطم، كل دي أغذية بتساعد المريض اللي عنده تضخم في البروستاتا. وإحنا اتكلمنا عن الكلام ده بالتفصيل قبل كده، وقلنا قاعدة عامة أي حاجة بتعالج الكانديدا بتساعد برضه في علاج تضخم البروستاتا، لأن ساعات بتبقى العدوى بتاعت الكانديدا اللي بتعمل فيها تضخم. أي حد عنده اضطرابات أو دهون على الكبد بتساعد تضخم البروستاتا، لأن الاضطراب الهرموني اللي بيحصل بسبب دهون الكبد هو اللي بيعمل تضخم البروستاتا. زيادة الايه؟ هرمون الاستروجين اللي هو الهرمون الأنثوي، لأنه هرمون أنابوليك بيبني الأنسجة ومن ضمنها أنسجة البروستاتا. يا رب تكون حلقة النهاردة من أسرار وفوائد عجبتكم. متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، فعل زر الجرس، اكتب في الكومنتات أسئلتك، شوف الحلقات اللي فاتت في أسرار وفوائد تعجبك. أشوفك على خير، شكرا وإلى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.